السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو ما تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع اختصار روابط. ناس كتير بتكتب لي في التعليقات ان عايزين موقع اختصار روابط يكون كويس. انا يا شباب شايف ان الموقع ده كويس. الموقع ده كان قاعد له فترة كبيرة شغال، والموقع ده حصل فيه تحديثات ورجع اشتغل تاني من جديد. فانا برجح لكم الموقع ده، ممكن تجربوه. الموقع ده الاول هنشوف السي في بتاعه. نخش من هنا زي ما انتم شايفين يا شباب، بالنسبة للدول الاوروبية 37 دولار، 21 دولار، 19 دولار، 19، 18. بالنسبة لمصر والدول العربية هننزل تحت كده 8 دولار يا شباب، برضو معقول. 1000 زيارة ب8 دولار. هنرجع تاني للصفحة الرئيسية للموقع. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج، نترجم كده باللغة العربية. اه يا شباب، مكافأة الإحالة 3%. كيف، ما هو الريبوت؟ الحد الأدنى للدفع 5 دولار يا شباب. ده شكل الموقع، ودي احصائيات الموقع. احصائيات الموقع يا شباب، انشاء حساب اختصار روابط، كسب المال، 3 خطوات على الشغل في الموقع. ودي المحافظ بيدعمها يا شباب. هنيجي لطريقة الشغل على الموقع وطريقة التسجيل. طريقة التسجيل يا شباب هنيجي من هنا. اليوزر نيم يا شباب او الاسم، الايميل، باسورد، هات الباسورد، نحل الكباتشة، نعلم على الشروط، نعمل تسجيل كده بقى حساب في الموقع. للدخول يا شباب ندوس على لودينج يا شباب، الاسم والباسورد، وحل الكباتشة واعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب، وزي ما انتم شايفين 5 زيارات. دي عندي 1.5 سنت. هنا المدفوعات يا شباب، او هنا المتوسط 1000 ظهور. هنا بيقول لك تحديثات عملية الدفع المقبلة ستكون يوم 7 من كل شهر. يعني الدفع الجديد هيبقى كل يوم 7 في الشهر، تقدر تسحب ارباحك، يعني تشتغل لحد يوم 7 وتقدر تسحب ارباحك، او السحب يوصلك في يوم 7. لو عملت فيديو وصل 1000 مشاهدة بتحصل على 20 دولار يا شباب. ودي معلومات تقدروا تقروها قبل ما تشتغلوا على الموقع، عشان بيقول لك ايه اللي ممكن يحذرك من الموقع. تمام، دي سياسة الموقع. يعني طريقة الشغل على الموقع يا شباب، هي اول حاجة نخش على الاعدادات. هتخش على الملف الشخصي، هتلاقي هنا تملي البيانات دي. لازم تملي البيانات دي يا شباب، وبعد كده بتحط وسيلة الدفع بتاعتك، وبعد كده هنا بتحدد وسيلة الدفع، وبتنزل تحت خالص هنا تحط الألوان بتاعك، إذا كان إيميل أو رقم تليفون أو طريق أي طريقة للسحب يا شباب. عندنا أول حاجة البي بال بيدفع من 6 دولار، سكريل بيدفع من 5 دولار، بيتكوين 10 دولار، فودافون كاش 10 دولار، باير 9 دولار، بنك مش عارف ايه، ترو دي ايه، 100 دولار، كاش بس 50 دولار، سي سي بي 15 دولار، دي بنوك بادي شباب. عندك جوجل بلاي 10 دولار، مش عارف ايه، فري فور ديت 15 دولار. عامة يا شباب احنا البنوك عامة كل اللي بيستخدم البنوك دي، اما بي بال يا سكريل يا بيتكوين يا باير، كلهم اسعارهم معقولة يا شباب. عندك هنا رابط الإحالة بتاعك من هنا اهو، 3% ضعيف جدا بس اهو ايه. بعد كده يا شباب عندنا طريقة الشغل على الموقع. احنا كده عرفنا رابط الإحالة هنجيبه منين، وعرفنا الإعدادات بتاعتنا، والسحب بيبقى من هنا يا شباب. السحب بيوصل أول ما توصل للحد الأدنى للسحب، تعمل طلب سحب، يكون انت مسجل البيانات بتاعتك، بيوصلك السحب خلال الفترة اللي هو محددها لك الموقع. تمام، طريقة الشغل على الموقع بقى بنيجي هنا يا شباب.
نجيب اي رابط نختصره، يعني مثلا لو كان رابط، هنجيب رابط قناة او رابط اي حاجة مهمة مثلا، يعني الرابط ده كده ناخده نسخ، وبعد كده يا شباب بنخش هنا نحط الرابط ده هنا كده، اي رابط بقى نشوف احنا ايه الحاجات المطلوبة وناخد الرابط بتاعها ونحطه هنا كده يا شباب، وبعد كده بنعمل ايه، بندوس هنا كده زي ما انتم شايفين طلع لنا رابط اهو جديد، بناخد الرابط ده كده نسخ، بعد كده بنرجع يا شباب نحطه في اي بقى ايه موقع او اي حاجة، وبعد كده بندوس مثلا اي حد هيضغط عليه بالشكل ده كده، بيفتح معانا يا شباب بالشكل ده. هننزل تحت كده يا شباب، هنلاقي عداد هنا لمدة 40 ثانية او 30 ثانية زي ما انتوا شايفين كده، ننتظر لما العداد ده يخلص، وبعد كده يا شباب بيظهر لنا كباتشة بنحلها، وبناخد قيمة الضغطة بتاعة الإعلان اهو يا شباب، بندوس على كلمة جو ديت، هيظهر لنا رابط مختصر يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا كده اهو، بس كده يا شباب جو. اهو بعد كده بندوس على الكلمة دي يا شباب، خلاص كده يا شباب هيفتح لنا الحاجة اللي احنا حطيناها او الموقع او القناة اللي احنا حطيناها، هيظهر معانا الرابط كده خلاص تخطيناه، وبعد كده هتلاقي اتحسب لك الضغطة، بس انا لسه عامل الضغطة مش عارف ممكن يحسبهاش، عشان انا كنت لسه بختصر رابط وشفته وحسب لي الضغطة بتاعته، فما بيحسبش الرابط مرتين يا شباب. دي طريقة الشغل يا شباب على اختصار الرابط، فانت كل اللي عليك هتختصر رابط وتشوف في اي مكان بقى الناس يعني تقدر تجمع منه ايه زيارات، ممكن تشوف مثلا ايه اعلان حاجة مهمة مثلا كتاب مهم تاخده، وتشوف الجروبات اللي بتتكلم عن الكتب وتحطه فيه، وظيفة مثلا تشوف وظيفة وتكتب للدخول على الوظيفة ادخل على الرابط ده، فيخش على الرابط دوت فبيظهر له ايه الخطوات دي بيعملها، بس اهم حاجة يكون فيه فعلا وظيفة عشان ما يبقاش ايه اعلان كاذب. وبعد كده بتاخد انت شوف بقى كم واحد هيخش على الرابط وكم واحد هيشوفه، وانت هتكسب قد ايه من العملية ديت، بس عايز احترافية شوية، عايز منك عنوان يشد الناس، يعني مثلا اخش شوف شوف انت بقى الحاجة المهمة اللي ممكن تشد الناس ايه وتنفذها. بس يا شباب هي كانت طريقة الشغل على اختصار روابط، الناس اللي ما تعرفش، الناس اللي عارفة طبعا عارفة، بس احنا اهم حاجة ان احنا نشوف موقع كويس ونشتغل عليه. وبكده يا شباب يكون انتهينا من الشرح، لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.